شهد منتدى الشباب التشغيل الأول لوحدة الرعاية المركزة المتنقلة والتي دخلت منظومة الإسعاف خلال أيام، وتعد السيارة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وفور ساعات من دخولها الخدمة قامت تلك السيارة بنقل حالة للشاب أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، فيما أكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف أن السيارة تضم أجهزة طبية دقيقة ومتطورة وغرفة عزل طبي، مشيرا إلى أن تكلفتها تقدر بنحو 2 مليون جنيه. إلى فاصل مشاهدينا، نواصل من بعده نشرة المصر اليوم من القاهرة وناس، ومن بعده نتعرف على مصير الأمراء الفاسدين في السعودية. تابعونا.